متابعة لهذا السؤال، يقول السائل: هل القراءة في المصحف في الفريضة وليس في النافلة، صلاة الصبح، المغرب، العشاء، هل ممكن تفتح المصحف وتقرأ من المصحف في الفريضة؟ الجواب عن هذا أن المستقر الصلاة القراءة في المصحف في النافلة لا بأس به، لأن هذا قد مضى عليه عمل السلف ومن مضى من أهل العلم، فلا حرج أن تقرأ من المصحف في صلاة التراويح في قيام الليل عامة. أما الفرض يكره فيه ذلك لعدم الحاجة إليه غالبا. الناس في التراويح يحبون أن يطيلوا التلاوة، في شهر رمضان يحبون أن يقرأوا القرآن كله، فالقراءة الطويلة ليس كل الناس حفاظا، فالحاجة ظاهرة الاستعمال المصحف، لكن في الفريضة في الغالب القراءة أقصر من هذا، فلا يحتاج الناس إلى استعمال المصاحف. والأصل أن عموم المسلمين لديهم من القرآن ما تصح به صلاته، لكن افترض نحن أمام مسلمين جدد، أمام مسلمين جدد لا يحفظون من القرآن شيئا، يبقى في هذه الحالة لا حرج أن يمسك بالمصحف ليقرأ حتى الفاتحة. واحد أسلم اليوم ولا أسلم الأسبوع لم يحفظ الفاتحة بعد، يصلي حسب طاقته، يمسك مصحف، وحتى لو فيه يعني مصحف المترجم يعني القراءة العربية بحروف إنجليزية مثلا ليقرأ منها الفاتحة لتصح صلاته لا بأس. المقصود عند الحاجة سواء للمسلمين الجدد أم لغيرهم لا كراهة في هذا بإذن الله. الإمام أحمد يقول: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له في الفريضة؟ فقال: لا، لم أسمع فيه شيئا. قال القاضي: يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ، فإن كان حافظا كره أيضا. يعني الحافظ يكره له أن يستعمل المصحف حتى في النافلة. وقد سئل الإمام أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان، قال: إذا اضطر إلى ذلك. والدليل على جوازه ما رواه أبو بكر الأثرم وابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يأمها عبد لها في المصحف. وسئل الزهري عن رجال، عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف، قال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف، كان خيارنا يقرؤون في المصاحف. القراءة تباح لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به، واختصت الكراهة بمن يحفظ. ليه كان الذين يحفظون القرآن يكره لهم أن يستعملوا المصحف؟ لأن هذا يشغلهم عن الخشوع في الصلاة وعن النظر إلى موضع السجود. الأصل المصلي يرمي ببصره إلى موضع سجوده، إذا التفت في المصحف سوف تفوت هذه الفضيلة. والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة وكره في الفرض على الإطلاق، لأنه في العادة لا يحتاج إلى شيء منه.